اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وفي موضوع يعني لو اتكلمنا من شويه قبل الفاصل ونتكلم، كنا بنتكلم على استاد القاهره واحتضانه لاثنين نهائي، نهائي الكونفدراليه الافريقيه ونهائي دوري الابطال. حاجه ولا اروع ولا حاجه ولا في الخيال انك تستضيف يعني حدثين يعني بالاهميه دي. لكن كان في بطولة كاراتيه لمنطقة القليوبية والجيزة من سن 11 سنة و10 سنين بنين وبنات، حصل فيها بعض الأمور اللي احنا ما بنحبهاش. استاد القاهرة بيجي بيأجر اهو، اختلط الحابل والنابل واتخانقوا وعملوا مشاكل وحصلت أمور كبيرة جدا بعيدة كل البعد عن هيئة استاد القاهرة. برضه عشان نوضح، استاد القاهرة ملهاش لا في الطورة ولا في الطحين زي ما بيقولوا بالبلدي عندنا في البلد، ما لهمش دعوة خالص. اللي حصل اتحاد الكاراتيه هو المنظم، او منطقة الجيزة او القليوبية هي المنظمة للجزئية دي. انه يحصل الشكل ده قدام اطفال بنين وبنات 10 و11 سنة، اعتقد ان دي حاجة لا تليق لينا كمصريين ونروع الولاد بالشكل ده. والبطولة كانت المفروض تخلص الساعة 4، خلص الساعة 1 بالليل عشان بعد المشاكل اللي حصلت معانا احد يعني المدربين اللي كانوا متواجدين وشهود العيان، الكابتن حسام بيبو. كابتن حسام اهلا بيك. ازي حضرتك كابتن محمد؟ مساء الفل حبيبي يا كابتن. كابتن احكي لنا التفاصيل، يعني طبعا حاجه لا تليق خالص بينا كمصريين. والله يا كابتن احنا بالنسبه ايه اللي حصل؟ احكي لي اللي حصل معاك الميكروفون. بس حاجه بسيطه، احنا بالنسبه للعبه الكاراتيه احنا كمصر احنا مصنفين الاول عالم او الثاني عالم، يعني احنا الحمد لله يعني بالنسبه لمجال الكاراتيه احنا متفوقين فيه جامد جدا. يمكن الكاراتيه مش واخد حقه، بس احنا عاملين نتائج كويسه جدا. اللي حصل النهارده واللي حصل امبارح مهزله ما تحصلش وما تنفعش تحصل. اللي حصل امبارح ان طبعا المدربين ضربوا ببعض بسبب سوء تنظيم، بسبب ان الاتحاد هم مش فاضيين اصلا للعبه، اعضاء مجلس الاداره مش فاضيين، يعني هم بقالهم 8 سنين ما عملوش حاجه خالص للعبه، دمروا اللعبه. حسام النبي تحديدا قول اللي حصل، يعني عشان ايه احنا من وجهه نظر حضرتك ونظر الناس اللي اتضررت من الموضوع. تمام يا كابتن محمد. امبارح طبعا حصل خناقه جامده جدا، اللعيبه المفروض تلعب من الساعه 11 الظهر، بتيجي توزن وبتلعب بعديها بساعه او ساعه ونص، طبعا عشان لو هياكلوا ولا حاجه وبيلعبوا بعدها بساعه ونص. المهم لحد الساعه 5 6 7 كان في لعيبه لسه ما لعبتش، وتم تاجيل 3 موازين. احنا طبعا البطوله كابتن محمد فيها ال 10 سنين امبارح كان فيها 6 موازين بنين و6 موازين بنات، وكان قبليها كاتا وبطوله المفروض تتعمل على 6 ايام او 5 ايام اتعملت على يومين. دي اعمار صغيره طبعا، 10 سنين و11 سنه، دول اعمار لسه مبتدئين بيقولوا الف ب كاراتيه كبطولات، اول بطوله ليهم رسميه. طبعا اتعملت البطوله في زي ما بقول لحضرتك 5 موازين، 6 موازين بنات و6 موازين اولاد زائد الكاتا. طبعا البطوله دي المفروض تتعمل على 6 ايام 5 ايام، اتعملت واتضغطت على يومين عشان يوفروا يعني ولا عشان يكسبوا؟ عشان يوفروا بقى فلوس يسافروا. زي ما انت بقى حضرتك بطوله المفروض كان بتبقى 50 جنيه خلاها ب 150 جنيه، رغم كده واضح الناس او لا الامور دفعت وسجلنا ولعبنا. طبعا الطبيعي الاعداد او بتبقى المفروض مدروسه عندهم، عندهم الاعداد المفروض يبقى مظبطين الدنيا وعارفين الناس تبقى جايه عارفه هتلعب الساعه كام. لحد الساعه 2 بالليل امبارح لعيبه ما لعبتش، لاعب عنده 10 سنين احنا بنضمن المنظومه، لاعب عنده 10 سنين يا كابتن محمد يقعد لحد الساعة 1 من 10 الصبح لحد الساعة 1 بالليل ما يلعبش. سيبك انه يقعد، انه يتروع بالشكل ده، اعتقد دي حاجة لا تليق. كلنا عندنا اولاد و عايزة تلعب تاني، الولاد بيعيطوا، الولاد قعدوا يعيطوا، احنا مش عايزين نلعب تاني، احنا مش عايزين نلعب تاني. حصل طبعا الضغط مع الحكام، طبعا احنا بنظلم الحكام. انا حكم هيقعد من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 1 ونص بالليل، كان بنت ولا ولد حكم يقعد اكتر من 14 ساعه عشان يحكم، هيشوف ازاي هيضطر طبعا يظلم الناس. طبعا استاد او صاله، كنا بنلعب في صاله 3، صاله 3 دي ما تسعش 600 ولي امر، حضرتك كان فيها اكتر من 1200 واحد. الناس قاعده على الارض، الناس مش لاقيه كرسي تقعد عليه من كتر اللي جه، من كتر الناس اللي موجوده، ما فيش حد من اعضاء مجلس الاداره جم، رغم اللي حصلت مشكله امبارح، احنا قلنا اكيد النهارده هيبقوا موجودين، ما حدش جه، نفس اللي حصل امبارح، طبعا اللعيبه نازله اما عرفت المشاكل اللي حصلت دي كلها، كل المدربين واخدين لعيبتهم رايحين النهارده على اساس ان المشكله خلاص اتحلت. تم تاجيل 3 موازين لحد ما وصل. طيب كابتن حسام شكرا، هرجع لحضرتك تاني. معايا الاستاذ محمد الظهراوي رئيس اتحاد المصري للكاراتيه. محمد بيه مساء الفل. مساء الخير. مساء الخير عليك.
طبعا انا متابع حضرتك ومتابع جهدك الكبير ومتابع جهد اتحاد الكاراتيه، لكن يعني الصوره مش حلوه، وانت حضرتك اعتقد انك انت حضرتك يعني مش راضي عن ده. هو تم تحويل لجنه المسابقات للتحقيق اولا على ما تم امبارح وتم النهارده، ولكن احنا برضو عايزين نلتمس العذر شويه في قصه المدربين مش واخده بالها منها. ايه هي؟ ان البطوله دي اول مره تقام قطاعات لمرحله 10 سنين و11 سنه. فطبعا كل اولياء الامور جايه مع اولادهم. تمام. فالعدد اصبح متكدس في قلب استاد القاهره، وصاله 3 وصاله 4 اصلا المساحه بتاعتها مش كبيره زي صاله 2. فاحنا كنا حاجتين 600 فرد بس غيرت لصاله 3. فطبعا مع التكدس الموجود وطول وقت التحكيم، اصلا البطوله تعطلت امبارح 3 ساعات بسبب ظرف ما في الاستاد، فتم نقل الابسطه من صاله معينه اللي كانت محجوزه الى الصاله اللي لعبوا فيها امبارح. فتاخير الثلاث ساعات ساعد على ان البطوله تطول شويه، وطبعا ما ينفعش نمشي الاولاد هم موجودين من الصبح في البطوله، ولكن اضطروا ان هم ينفذوا البطوله، رغم المفروض كانت لجنه المسابقات لما عرفت ان في تاخير ثلاث ساعات عن البدايه، المبدايه المفروض الساعه 10 بداوا الساعه 1، فكان على الاقل يتم ترحيل بعض الموازين للاسبوع القادم او خلافه، على اساس برضه نوفر الراحه شويه لاولياء الامور واللعيبه، خصوصا هم لاعبين صغيرين. فمع التكدس ده طبعا بعض المدربين خرجت عن شعورها، مش مع حد، مع نفسهم هم كمدربين بينهم وبعض اثنين مدربين، من كتر الوقت اللي قاعدينه محمد بيه. احنا انت عارف حضرتك احنا بقينا في عصر السوشيال ميديا، وكل واحد معاه موبايل بينصب نفسه قاضي، وده شكل لا يليق طبعا حضرتك موجود. يعني احنا الحمد لله انا حاضر مثلا 99% من بطولات الاتحاد، مفيش بطوله بسيبها غير البطوله دي لاشتغالي، لان في بعثه. حضرتك محمد بيه كنت موجود يا فندم؟ لا انا ما حضرتش، لان احنا عندنا مشغولين، كنا مشغولين عشان في بعثه مسافره فجر الاربعاء بكره الساعه 4 صباحا، هيكون موجودين في المطار رايحين المغرب، فبالتالي ما كناش فاضيين ان احنا نحضر البطوله بتاعه الاشبال دي والناشئين. طب يا فندم انا اذا الموضوع قيد التحقيق، وحضرتك هتضرب بيد من الحديد لكل مجلس هون تلاقي نفسه انه يخرج على المألوف. تم تحويل لجنه المسابقات للتحقيق بأول بند اللي هو اللي سبب التكدس الموجود ده، وتم تحويل الثلاثة المدربين اللي عملوا الشغب أمس إلى التحقيق أيضا. إن شاء الله ما ينفعش الصورة دي تظهر قدام أولياء الأمور ولا اللعيبة الصغيرة. محمد بيه إن شاء الله يعني إحنا معاك وبندعمك، ونتمنى إن ده ما يحصلش تاني، وإن شاء الله نشوف على أرض الواقع إن شاء الله نتائج التحقيقات في هذا الموضوع، لأن لا يليق وحضرتك موجود رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه مثل هذه الأمور. بشكرك شكرا جزيلا كابتن أو الأستاذ محمد الدهراوي، طبعا رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه. قبل ما أطلع بس عايز أنوه إن هيئة استاد القاهرة برئاسة الأستاذ الصديق العزيز وليد عبد الوهاب لا ناقة ولا جمل في هذا الموضوع، برضه عشان إيه الاستاد في ماتشين نهائيين كانوا عاملين على أعلى مستوى، اللي هو الاتحاد المصري للكاراتيه او المنطقه القليوبيه او منطقه الجيزه، هم اللي جم اجروا الصاله وهم المسؤولين، برضو عشان برضو ندي هيئه القاهره حقها الكبير. فاصل وبعد الفاصل نجوم النهارده، انا اسف اتاخرت عليكم شويه، هشام رشاد ومحمد عبيد وطارق شعبان في حوار مهم.